طيب نروح نشوف أهم الأخبار. الموقع الرسمي: الأهلي يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش غدا. سوبر كورة: محمد يوسف نفس الأهلي طويل ولن نتنازل عن لقب الدوري. 1-3: الأهلي يوضح حقيقة رحيل كلوبالي. فيتو: الأهلي يبدأ دراسة ليما الأثيوبي. الفجر: محمد محمود سأكون مفاجأة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019. في الجول: محمد محمود يكشف نصيحة صلاح له قبل الانضمام للأهلي. سوبر كورة: حجازي يدخل ضمن حسابات الأهلي في يناير. الموقع الرسمي: الجرحي مباراتنا أمام الزمالك لها حسابات خاصة. الشروق: الأهلي يواجه سبورتينج على لقب دوري سيدات السلة.